الجماهير الجزائرية أنها تخسر اللقب على الأرض ديالها وأمام الجمهور ديالها؟ أكيد هنيئا لمنتخب السنغال الشقيق على هذا الفوز الثمين في عقر دار الجزائر. صراحة كرة القدم دائما يعني فيها أكيد فيها منتصر منهزم متعادل. البارحة أنا شفت المقابلة، السنغال كانوا أحسن من فريق من المنتخب الجزائري على كل المستويات. صراحة فريق قوي، فريق عنده مجموعة من اللاعبين متمرسين، فريق شباب 19 عام 20 عام 21 سنة. كيأكد بالملموس أن منتخب السنغال منتخب قوي، منتخب اللي عنده مستقبل يعني في كرة القدم السنغالية.